كثيرة ما نبي نتكلم عن أغلبها، ولكن كان فيه حاتم الحربي وهباس في المطبخ اليوم يا أبو حزام، وكانوا يناقشون بعض بأنهم ما بعد طلعوا اللي عندهم كله، يعني يقولون اليوم كم 62 وما بعد طلع اللي عندنا، وش السبب اللي وصل له حاتم وهباس أنهم في يوم 62 يقولون ما طلعنا شيء لحد الآن أحس أنه باقي؟ شوف، في البرامج كلها فيها تبادل أدوار، تبادل أدوار للمتسابقين، يعني فالأسبوع هذا ممكن تنجم تغيب بعد أسبوعين. ليه؟ هباس موهبته يعني تطغى على أداء. هباس يذكرني بنجوم المجد الأولين، يعني اللي ما يدخل البرنامج إلا واحد موهوب، سواء منشد ولا ممثل. الرجل قوي جدا ومليان وعنده محتوى في التمثيل. بدأ به يعني شخصية سودان وشخصية يعني لهجات، ثم بعد ذلك تراجع، شاف ان الوضع يعني الرياليتي يتطلب اكثر من ذلك، ما هي بالموهبة بس، لذلك هذه اثرت عليه. ولا هباس يعني انا اعد انه نموذج قوي جدا في البرنامج هذا. حاتم جماهيري ويكاد يكون هو الجماهيري الاول في البرنامج. الان تزاحمت الاسماء وبداوا الجماهيرين يظهرون وزاحموا حاتم، وهو فعلا يرى انه ما بعد قدم شيء، مجرد فقط حضوره في الفتره ذيك هو اللي صنع الجماهيريه وقبوله على الشاشه. يبي يسوي، باقي عنده بعض الملفات يبي يعطيها. لكن انا عندي مشكله، قبل شوي الاضاءه سيئه جدا يا شباب، الاضاءه سيئه جدا في الحديقه، وهذا تبين للمشاهد ان كان يعني الشاشه مبقوية، الشاشه تقريبا 7 ميجا بكسل، يعني اصفى شاشه بتشوفها الان على النالسات. الاضاءه مهمه، انك تطفي هنا نور وتفتح هنا نور، مشكله يعني كبيره، حتى الشباب يتاثرون، تشغلهم الاضاءه يستانسون ترى، سبحان الله. يعني بسبب الكهرباء هي الاضاءه ضعفها، ما هو على التوزيع اظن، او انهم يفكرون انهم مشغلين الجلسه هذه او بيطلعون هنا، فاتمنى هذه تلافونها. اما حاتم فعلا حاتم تبقى لديه الكثير. طيب وش السبب اللي وصل حاتم انه يحس انه ما قدم كل شيء؟ اظهروا في منافسين، في منافسين الربع، خلينا نكون واضحين، في حتى الى الان ريان ترى ما بعد تحرك، الى الان ريان وما ادري وش وضعه. عادل اللي يسمونه جمهور السفير، عز الان شق، هي الثنائيه مشكلتها مشكله والله. لحظه ادراك يا ابو حزام، لحظه ادراك يا اخي، اعطاني 30 باص ما انتبهت له، لحظه ادراك فعلا. الثنائيه اللي بدا بها حاتم وطير شلوى عبد العزيز الاسلمي، هذه الثنائيه خلت حاتم معتمد عليها، يعني كان المحتوى فقط ثنائيه. بعد ما انفرد عز وشق طريقه، بالرغم انه ما راح بعيد ترى عز، يعني ما سوى شيء لحاله، حاتم الان لقى نفسه الحاله في الخلاء، فممكن هذا هو السبب الرئيسي. لكن حاتم ممكن عندك نواف الاكلبي، انا اعتقد انه يعني بيفهم حاتم كثير، عنده اشياء، شفته يسجل انا حاتم قبل يومين يبي يدش العمل. حاتم ما عنده خلاف، لكن هو حس انه ما قدم شيء. جهزوا لنا حاتم، نبي نسمع من حاتم. شوف، نبي نسمع من حاتم. ابو عبد الله عندك تعليق بخصوص الموضوع هذا؟ عشان ابو حزام اسهم في موضوع الشباب، لكن عندي تعليق يكاد يكون هو لب الموضوع وجوهره. اولا الشباب، سوالفي معهم ولما نجتمع مع الشباب وناخذ ما عندهم، الشباب يعانون معاناه كثيره من كثره الفقرات. اي يطبون هذا برنامج يجيبون ولا يتفضلون؟ يطلب الله. لا لا فعلا الشباب، انت لما تطالب الان تقول ليش هباس ما طلع اللي عنده، تمام؟ ايه؟ ليش هو ليش لحظه ادراك جت عند لحظه ادراك انه ما قدم شيء لحد الان؟ ليش ما؟ لانه شاف انه انا طلع زي ما قال ابو حزام كاركترات كتمثيل، ما يتبرز حضوري وقوتي الا على المسرح، فهمت علي؟ او بعض الاسقاطات او بعض الافيهات اللي نطلعها، لكن ما عندنا وقت يخلينا نفكر ان احنا نبدع فيه. لما تقول لا هم ما سووا شيء بريالتي، هو انا لما اعرف ان عندي 3 ساعات انا عندي حيز الان افكر ايش بقدم في ال3 ساعات هذه، لكن والله ما في الا ساعتين ترى فعليا تبي الصحيح عاد. تدري كم الوقت اللي عندهم رياليتي؟ ترى 2 ساعة ما بعد صلاه الفجر فقط فعليا.
قل لي كيف انت الان من يوم يبدون من الساعه 6 خلينا نبداها من المطبخ، نبدا من المطبخ 4:30 مطبخ، 4 اشخاص معهم مقدمهم، انتهت نص ساعه العصريه لان بدا يكسر المغرب الان، انا المغرب صار يبدا الساعه 6:05 ما عاد بقى شيء. الان عندك من الساعه 6 الى الساعه 6 الصباح بعد المغرب عندك فقره ولا مبادره، بعد العشاء عندك فقره ولا مبادره، يجيك بدون تحيز، يجيك بعدها علي هادي، ولا يجيك الفقرات اللي بعدها هم يلا يبدا الريالتي حقهم من بعد فقط علي هادي ما تنتهي احيانا الا بعد صلاه الفجر، فهم عندهم الصباحيات. فانا من هنا انا اقول اطالب الان عشان نشوف الشباب، لانه ما عاد ازف الوقت الان 62 يوم ما عاد بقى شيء، انا طالب الاداره انها تمدد لهم اقل شيء ساعه، ما اقول لك اكثر، خلها الساعه 7 يا جماعه، الساعه 7 ينتهي، عطهم 3 ساعات يتنفسون الصباح، خلينا نشوف منهم سقاطات، خلها 9 وش القضيه بغض النظر، لكن الاداره تقول لك لا عشان الشفتات، خلها ساعه ترى ما تضر، اعطوهم ساعه يا جماعه، هذه مطالبتهم، حتى هم تحت الهواء يطالبون، يقول ما معنى وقت فقرات كثيره، ما نقول لك الغ فقرات ولا كنسل، احنا نقول لك اعطهم ساعه وخلوا الشباب تأدي، لانه 62 يوم صحيح ان العدد تناقص، بيكون في حيز اكبر الان، الكل بيبدع، لكن الساعه هاي تراها بتفرق معهم يا اخي، هم ينامون للظهر، اعطوهم ساعه. طيب ابو عبد الله خلينا نتكلم منطق، هم الان مع يعني كثره الفقرات ما غطوا الريالتي كلهم، يعني صح. ما بين نايمين صح. وما بين كيف لو الغيت الفقرات؟ ينامون عشان يعني ينامون عشان الفقرات، ما هم لا خذ الكلام الناحيه ابداح مره، انا جالس ينامون يملون من الفقرات، شو الفقره نفس ولا يحفظون طيب كيف؟ كيف تسمع؟ يعني وقت الهوى عنده قليل، ليش تسمعهم؟ ليش تسمعهم؟ اسف والله ما دعاني يا عبد العزيز اقعد معهم، عبد العزيز الزهراني، ولا عزموني على عشاء ودخلت معهم الامس، ولا جيت مكان خلف في الشباك، اتكلم دخولكم امس كلكم انتم يا الاربعه كان خطا، الخطا طال عمرك، الخطا طال عمرك انك انت من تقيمنا واحنا زملائك تعطينا دور الاستاذ، وانت طال عمرك تحاول دائما تسقط ودائما ما نمرر لك، ولكن المره هذه استوب حبيبي، احنا نقاد نعرف ما نسوي، نعرف ما نقوم به، وش اسقط عليه؟ سالم جاء ضيف امس وهذا يعني ما فيها كلام، اذا تقدر تقول شيء على زميلك، ثاني شيء طال عمرك انا جاني اتصال من الاعداد اني اقدم بدال خلف، واتوقع اني كفو لها ان شاء الله، لا لا خلني اعلمك طال عمرك، خلني اكمل كلامي، خلني اكمل كلامي، الله يرضى عليك، بكمل كلامي، ما اطعن في كفاءتكم، بكمل كلامي، معليش انا ما اطعن في كفاءتكم، اول شيء بكمل كلامي، الله يرضى عليك، انا ما اطعن في كفاءتكم، بكمل كلامي، بخليه ترد، بكمل كلامي، ثالث شيء طال عمرك الرجل ذولا ما جو يتهبدون، جو بدعوه من خالد الروقي، وجو مع الشباب تجي العافيه وتصير دائما، لا تمارس علي دور الاستاذيه يا سلام، ما امارس علي دور الاستاذيه، وهي طالع من قايد امسيس، ابو عبد الله لا اتوقع انك كنت مقدم فقره ونزلت الى ناقد، انا لو مقالك والله ما عاد اقعد دقيقه، لا اقدر ارد عليك سلام، انا قاسي جدا استطيع استاذ علي، ولكن ما عندك ثقه مشكله منصور، منصور عشان كمل فقره، انا قدمت برايم، قدمت ناقد، قدمت فوكس، قدمت فقرات كثيره، كلها فشلت فيها، كلها فشلت فيها، كلها فشلت فيها استاذ علي، فشل ذريع، اللي فشل طال عمرك ينقلونه بس يحطونه اسمه في خانه، صل على محمد، صل على محمد، ابو حزام شكلنا نحتاج كيكه هنا، والله يا الربع ابو منصور نبي نصبح يا اخوان، احسنت نحتاج كيكه، نبي نصبح، لا ما اقبل كيكات انا لو سمحت، هذه اسقاطه ما تمررها عشان نبدا بمحاوله راعي الكيكات، لا ابدا لا اقبل ذلك يا ابو حسام، لا اعتذر، طيب اعتذر خلاص، طيب عشان نبدا في محاورنا صبح صبحك الله بالخير، صبحك الله بالنور استاذ داح، وصبح على الجميع، صبح على كل الانسانيه كلهم ما عدا المتسابقين، ولا صباح خير ولا صباح ود ولا صباح محبه، ايش يقول الشاعر؟ والله ما فكرت في عداوتك وجبالكم ما جيت ادور فيها، يا سلام، الله طريقه استقبالك وحفاوتك لجيتني بكره وتلقى زيها، يا سلام سلام، تاكدونكم بتعاملون بالمثل، وهذا الشيء اتوقع انه بيتعبهم، ولكن قدمنا كل شيء طوال الفتره الماضيه من تعاون، من محاوله صناعه محتوى، ولكن في الاخير يحدث عكس ذلك. بخصوص المحور استاذ علي بن روي يحترم على الصعيد الشخصي، تاج على راسي والله، خلاف بيني وبين وجه النظر هذا لا يسدد، بس ما تصل ما تصل الكيكه، وهذه على لا ما تصل، انا فكرت اجيبها بكره، هذا استاذ الله يطول، احنا نتعلم منه، ولكن ما اذا الطالب يعني تفوق بعدين وصار هو مدير الجامعه فلا بد ان الاستاذ ان يتقبل هذا، ويعني اهم شيء انك صبحت علي، اهم شيء انك صبحت علي، هذه عندي صباح النور والسرور صباح يا ابو سحاب، قبل اروح المحور ثاني باخذ تعليقك على محور حاتم وهباس، ليش وصلت المرحلة معهم؟ هل هو عدم ثقة بالنفس إن الأيام اللي فاتت ما قدموا الشيء اللي هو اللي فيهم، أو على قول أبو حزام الأسماء
صارت تنافس فانخفضوهم قالوا الكلام اللي طلع منهم. أبي تعليقك على الشيء. احترم النقاد وراي النقاد يعني يؤخذ بعين الاعتبار، بس انا اشوف ان موضوع هذا حديث نفس، والانسان دائم اذا كان يحدث نفسه بشكل عام سواء متسابق او غير متسابق هذا انسان يحاول يعيد الشغف في نفسه وقاعد يشجع نفسه. متى ما الانسان حب يوصل لهدف لازم يحفز نفسه يقول انا ما سويت انا ما فعلت. لا تجلد ذاتك كثيرا، لا تقص في عمرك واجد، لكن لا تعطي نفسك المشط اللي معطينه بعض الناس في 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 كثير من المجالات، اني انا وصلت وانا بلغت وانا حققت الارقام وانا الافضل وانا الاميز وانا اللي ماشي صح. لا، انا ما عاتب لا حاتم ولا هباس واي احد يحدث نفسه يقول انا ما سويت. اذا كان قصده انه يقدم في الايام الجايه شيء افضل ويقدم صوره افضل، هذا بالعكس يحسب الهباس ويحسب الحاتم ويحسب